عندي مهلبية قمر الدين، عندي لفة قمر الدين منقوعة ساعتين في مية مغلية لحد ما تبقى بالشكل ده، تمام؟ مثلا كوبايتين مية، أربع معالق كبار من النشا، نص كوباية من المية، نص كوباية من السكر، شوية فانيليا، والجديد عندي هنا إن أنا هحط بشر برتقان. مش متخيلين بشر برتقان مع المشمش اللي هو قمر الدين بيدوا طعم حلو، يعني اللي بياكل بيحس بطعم مختلف. ربع كوباية جوز هند وزبيب، ودول اختياري. وعندي بقى للتزيين جوز هند وكريز، زبيب، فول سوداني، اللي متاح عندكم استخدموه. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه. هجيب الخلاط الاول، ابتدي ان انا استنى كده نفتحه من هنا، احنا صايمين بقى فيعني ايه، يلا بينا. تم بحمد الله. طيب ادي الخلاط بتاعي، هنزل بالميه الاول عشان بس ايه ما الاقيش كلي بقيت قمر الدين. هنزل بالميه اهي، بصوا عندي اللفه طريه ازاي، فلما تتضرب عندي هتتضرب بكل سهوله. لو حسيت ان الخلاط مش بيلف هزود شويه ميه. لما بننقعه في ميه مغليه، يعني لو انا هسيبه في ميه عاديه هياخد له ليله كامله بالليل، لكن لما بنقعه في ميه مغليه لا، الموضوع بيبقى بينجز جدا في الوقت. شايفين لسه عندي فيه قطع، فلازم ان انا اطمن ان كل قمر الدين دايب. طب انا الخلاط بتاعي الوات بتاعه مش عالي او السرعه بتاعته مش عاليه، هصفيه، لازم هصفيه عشان ما يكونش في عندي تكتلات صغيره. بس حتى لو في شويه قطع ده قمر الدين، يعني مش مثلا طماطم بصفيها من البذر او حاجه، لا يعني حتى لو في قطع هتدوب عندي على النار. يلا بينا. اتفتح تمام. هعمل ايه بقى؟ بصوا هجيب عندي الجمال ده كله بالسمك الحلو ده وانزله على، والله القطعه دي عامله شغل حلو، عامله لون حلو وطعم حلو كمان اهو. شايفين عندي السكر، طبعا هو لفه قمر الدين اصلا مسكره، فعشان الموضوع ما يبقاش سكر زياده فانا هحط شويه، وانتوا بقى بالنظر يعني حاسين ان لا محتاج شويه سكر، هندوق ونشوف. مش هدوق انا يعني، انتوا في البيت ايه بندوق عادي ونتمضمض بعديها على طول. اهو شايفين عندي بعمل ايه بقى كمان. بصوا بقى بشر برتقان انا عايزاكم تجربوا حتى كميه قليله، يعني مش لازم تحطوا الكميه كلها، بس جربوا كميه بسيطه، لا والله بتفرق، بتحس ان في حاجه كده في يعني منعشه. وجوز الهند برضو بحطه معاه اهو. شايفين الريحه اللي خرجت عندي ايه دلوقتي او اللي انا شماها، ريحه البرتقال مع المشمش اللي هو قمر الدين، ففي ميكس روايح حلو جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هقلب النشا مع شويه ميه، وانا محتاجه ميه بارده بس يعني ممكن نتعامل بالميه. طبعا النشا الافضل تقلبوها في ميه بارده عشان ما تعملش يعني تكتلات او اي مشكله معاكم. نجيب شويه ميه بقى، طب ممكن ناخد ميه من هنا، ناخد شويه ميه. اهو انا بس محتاجه ويسك لاني مش لاقيه الويسك بتاعي، لو ممكن اهو بفك بس النشا بشويه ميه. لو حسيت بقى وانا بقلب على النار محتاج القوام تقل شويه هزود شويه ميه عادي جدا، بس كده. شفتوا حاجه حلوه اسهل من كده؟ شايفين الشكل حلو ازاي؟ ناخد بقى دي، لو احتاجنا نزود ميه هنزود، انا حاسه اني هحتاج، فيعني ايه بالنظر كده شويه ميه صغيره. ما بحطش الفانيليا دلوقتي، بحطها في الاخر خالص عشان ما تعملش مراره عندي، سواء فانيليا باودر او فانيليا سايله، دي او دي هستنى احطها في الاخر خالص قبل ما اقفل. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هسيبها بقى تغلي غلوتين كده لحد ما تتقل معايا. لسه عندي بتغلي زي ما انتم شايفين، بس تعالوا اوريكم القوام عامل ازاي. شايفين الشكل؟ ريحه البرتقال مع المشمش مع شويه جوز الهند مع الفانيليا، خلاص انا مفيش اي حاجه تانية عندي محتاجاها غير ان انا اقدمها على طول. مستني بتغلي بس غلوه واحده.